النهارده ان شاء الله هناخد الكونترسبشن. يلا كونترسبشن اكيد. لا هناخدها ثلاث مرات ده قال واجب دوما كده. كونترسبشن من البرانشز المهمه قوي. اولا هو سهل يعني ان شاء الله بالاسلوب اللي هقوله ده هيبقى كويس ومفيش مشاكل خالص. تمام كده ديفينت سؤال نظري تمام لا جدال. ان الجاينيكولوجي على فكره مور ليس اورجانيز شويه يعني انت فاهم بتذاكر حاجه تبقى ضامن فيها يعني. لحد دلوقتي اللي احنا قلناه عندك سؤال اناتومي لا جدال فيه, سؤال انفيرتيليتي لا جدال فيه, سؤال بليدنج بنسبه 90%, سؤال كونترسبشن لا جدال فيه. تمام مش معايا؟ بمعنى بمعنى اللي يذاكر كونترسبشن اول اوف نون معايا. الغلط ان انت تعمل ايه, تيجي في كل برانش تقوم تنشن في كل برانش تفاجأ في الاخر انت ممكن كل اللي بتنشنه وانت بتنشن وانت مش عارف وجهه نظر الاكزامينر وايه المهم وايه اللي مش مهم. فهمت قصدي؟ يعني وممكن الاسئله كويسه اسئله عاديه بس انت اللي مش واخد ده مش اورينتد ان دي مهمه. فقول اون نون يعني اذاكره بالكامل لا من الاول كده خلاص 30 صفحه ترميهم وخلاص. وانا اي ثينك ان هي من الحاجات السهله ظريفه اللي ايه درجتها مطلوبه. طيب هذاكر منين؟ عندك ال 30 صفحه مش عارف 30 مثلا او 20 لا حاجه 20 20 طيب في المذاكره اللي هم ال 20 صفحه دول بعد ما ظبطوا جدول كده قصادهم الورق ده بالظبط هم خمس ورقات اوكي جداول قصاد بعضها الكلام بالملي يعني دي مش جداول تسهيليه او تبسيطيه لا هو الكلام محطوط قصاد بعضه بالظبط. تمام كده من خبرتي انا رايي ذاكر من الجدول. ممكن اول حصه النهارده الموضوع لسه مش اورينتد بس انت لما تدخل بقى يعني النهارده تحس الموضوع ما لا ما ده الاول هنا لما تيجي تقارن بعد كده هيبدا الكلام يدخل في بعضه هتحس ان فعلا محتاجين تتحطوا قصاد بعض ونزل اللي في الراوند اكيد ابو شافوا السنس ده اوكي. فانا رايي انا ريكومند على نفسي ده بس انت كده كده عندك التو اوبشنز اوكي. الورق ده موجود سيبرت موجود هتلاقوه موجود في كل حته عندك البوستر في ورق جداول خلاص في جدول كونترسبشن وجدول مال برزنتيشنز هتقوم لان برضو المال برزنتيشن زي المنظر ده بالظبط يعني ممكن تذاكر بهنا او هنا ولكن المال يعني الجداول اوكي. دي اول حاجه. ثاني حاجه احنا النهارده ان شاء الله ناخد السي او سي والبي او بي تمام ده بصوا كده في حبه كلام في الاول كده برضو عباره عن الناس تيجي بصوا معايا. اولا يعني ايه كونترسبشن؟ وسيله منحه بالعربي عشان اعرف اكتر من كده. طبعا ده حاجه مهمه جدا 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 خلاص وفوق ما تتخيلوا. ليه بقى؟ افرض مثلا واحده متجوزه عندها 20 سنه جت على 23 سنه خلفت طفلين ميل وفي ميل وخلاص. انت متخيل يعني ايه 23 سنه ل 48 سنه المفروض تاخد كونترسبشن؟ انت متخيلين يعني ايه؟ يعني انت تفضل 25 سنه هتاخد كونترسبشن. ده جزء لا يتجزأ من حياتنا معايا. الموضوع كبير وخصوصا لما مثلا واحده بعد ال 40 خلفت واحده بعد اللي ما عارف انت المواقف دي فبيبقى الموضوع رخم فمحتاج الموضوع يبقى يتاخد يعني سيريس معايا ولا لا. فموضوع مهم جدا سبحان الله. زي ما الانفيرتيليتي مهمه وان هو مش عارفين يخلفوا مشكلتهم مش عارفين يخلفوا تلاقي على الاذر سايد ناس مش عارفه تبطل كل ما تاخد وسيله تحمل كل ما تاخد وسيله اوكي. طيب يلا يا جماعه كده. طيب السؤال what is the ideal contraception ليجيشن no ideal contraception no ideal contraception لازم تبقى الصوره دي واضحه في دماغك خلاص. contraception should be احنا لسه هنروح بديل معلش should be tailored to the patient تتفصل على المريضه. بمعنى انت مثلا بتقول ان تيوب ليجيشن انت بتتكلم على افكس صح. طب واحده افرض واحده مخلفه بيبي واحد افرض واحده مخلفه تو فيميلز مثلا وخلاص ودلوقتي اوكي وبعد كده غيرت رايها ما هو ريفرسبل معايا ولا مش معايا؟ فالكونترسبشن شود بي تيلورد تو ذا بيشنت اوكي. وبالتالي ما هي مواصفات الايديال كونترسبشن؟ بصوا كده نكتبهم كده على جنب واسيبهم هم 10 كل اثنين مع بعض تمام. ومفيش وسيله جماعة العشرة مع بعض. طب اللي هم ايه بقى؟ بصوا كده. effective reliable effective يعني فعال يعني ما تحملش. طب reliable يعتمد عليها يعتمد عليها فاهم يعني ست وهي واخداها حاسه ان هو اوكي مستحيل يحصل عليها حمل.
تمام. بعد كده افيلابل و شيب. شيب يعني رخيصه. افيلابل يعني بمعنى في الصيدليه ولا محتاجه تروح لدكتور في ظروف معينه عشان تستعملها. يعني مثلا فهمت قصدي؟ ده معناه افيلابل يعني سائل. لو لبسها مش مسموش افيلابل لانها لازم تروح لدكتور باسلوب معين. سبديرمال امبلانت ما اسمهاش افيلابل. فهمت قصدي؟ يبقى افكتيف ريفايبل افيلابل شيب. بعد كده سيف doesn't need medical supervision. تمام. طبعا غالبا الكونتراسبشن بتبقى عادي صح ما عدا سي او سي مصيبه. اوكي accepted by the common where doesn't affect sex. زي مثلا طبعا مثال مشهور الكوندوم طبعا بيبقى سخيف ومش accept. خلاص. ايه كمان؟ easy to use و reversible. easy to use يعني ايه؟ سهل يعني. يعني حبوب بتاخدها بمزاجها ولا لازم تروح تركب مثلا سبديرمال امبلانت او اي نفس المبدا. فهمت قصدي؟ ايزي تو يوز مثلا يبقى حبوب. خلاص. ريفرسبل يعني ايه؟ تمام. لما تشيله هتحمل بعدها على طول ولا هتتاخر. واضح الكلام؟ الكلام ده مهم قوي تبقى انت فاهم المعاني ايه. طيب تاني هم خمسه 10 خمسه سلطات. افكتيف ريلايبل افيلابل وشيب ايزي تو يوز وريفرسبل سيف ودازنت دازنت نيد ميديكال سوبرفيجن accepted by the couple doesn't affect sex. Okay. إذن again no either contraception لأن مفيش ولا وسيلة تحقق الكلام ده. طب واحنا بنشرح ركز بقى في الكلام اللي بقوله دول. العشرة دول كده كده موجودين. كل وسيلة فيها اتنين مش موجودين منهم. فهمت انا بتكلم ازاي؟ يعني الادفانتجز بتاعت كذا. انا ده اسلوبي انا فاهمين لان في الكتاب مكتوبه وحش قوي في اماكن ثانيه مش هتفهموه. يبقى الادفانتجز بتاعت اي وسيله يبقى ايه؟ 8 ايوه رص العشرة وفي اثنين افتكر الاثنين مش هيتقالوا. يعني انت بتحفظ دول واثنين كده مش هيبقوا موجودين. فهمت قصدي؟ يعني في سي او سي كذا وكذا في اللي ما اعرفش ايه كذا وكذا. فهمتوا؟ ده على جنب. طيب السؤال يلا يا جماعه حته افكتيف تتحسب ازاي؟ يعني بقول الوسيله دي افكتيف ولا مش افكتيف بتتحسب ازاي؟ بصوا كده في حاجه اسمها بيرل اندكس. بيرل اندكس يلا يلا بس يا جماعه كده بقى. اللي لسه جايين يجوا قدام بحس الناس اللي تيجي يبقى يلا في مكان هنا برضه اهو مش هشوف حاجه ماشي. بيرل اندكس ده مثلا بصوا لي كده لما اقول لك السي او سي الفيلر ريت بتاعها 2 ل 4 مثلا 100 وومن بير يير ده تمييز 100 وومن بير يير. يعني ايه الكلمه دي يا جماعه؟ لو 100 ست ركز في الكلمه دي خدوا سي او سي لمده سنه ومش عايزين يحملوا مش عايزين يحمل. يعني ما بتستعبطش يعني فاهم هي بتاخدها وقصدها ان هي ما تحملش في 2 او يعني 2 ل 4 هيحملوا منها. تاني 100 وومن بير يير يعني ايه؟ 100 واحده هتاخد الوسيله لمده سنه والانتنشن بتاعتها ايه؟ ان هي تحمل ما تحملش كم واحده حمل؟ فمكتوب عندك بقى ده اللي مكتوب عندك ايه؟ نمبر اوف ان انتندد بريجنسيز ان 100 وومن يوزنج ذيس ميثود ديورينج ذا يير. واضح؟ التاني مش عايزه اللي هو لايف تايم تيبل وما اعرفش ايه والكلام ده. ده بقى انت عارفين اللي هو ايه؟ مثلا هتقارن الافكس بتاعت الاولى فما ينفعش مثلا تقارن القاهره بقريه جنب الصعيد. تمام؟ لان هناك مثلا
قال في اعماق اعماق الصعيد، لان هناك ايثيك او يعني مثلا التراديشن ما يركبوش لوالد، فهمت قصدي ايه؟ فبالتالي ما ينفعش تقارن ده بده، فانت هتحط الوسيله قصاد الجروب قصاد ما اعرفش ايه، يعني هنقارن دي بدي في 200 واحده ماشي كلهم بيستعملوا لورب عمرهم من 20-22 سنه وهم سوشي ايكونوميكالي زي بعض، فهمت قصدي يا جماعه؟ كلام الستاتستكس ولا يفرق معايا. يبقى على مين اللي يهمني؟ بير اندكس، هو ده اللي اوكي. طيب قام عمل الصفحه، بقيت الصفحه عمل انيميريشن لوسائل منع الحمل، الكلام ده ولا يفرق معايا لان احنا ناخدهم اوريدي، فما يبقاش لوب بس. يبقى معلش اقفل الباب كده. يبقى اول صفحه دي اللي انا الناس اللي لسه جايه بعد اذنكم، اول صفحه يلا يا جماعه بس يلا. في مكان هنا احسن من الوقفه يعني، مش حلو قوي بس احسن من الوقفه. يلا يبقى اول صفحه الكونكلوجن ايه؟ واحد نو ايديال كونتراسبشن، الناس اللي لسه جايه مفيش حاجه تقول دي الخلاصه، مفيش حاجه تقول ان دي احسن حاجه، امال كونتراسبشن شود بي تيلور ليه؟ لان الايديال كونتراسبشن في 10 خصائص عمرهم ما بيتحققوا في كله، اللي هم افكتيف ريلايبل افيلابل شيب ايزي تو يوز ريفرسبل سيف دازنت افكت doesn't need medical supervision accepted by the couple doesn't affect sex. العشر دول مستحيل يبقوا موجودين، دي حاجة. تاني حاجة لما أقيم contraception هقول إيه؟ 100 woman per year. يعني إيه 100 woman per year؟ يعني لو 100 واحدة خدت الوسيلة دي كم واحدة لمدة سنة كم واحدة منهم هيحملوا وهم intended إن هم ما يحملوش، واضح؟ ندخل بقى في الموضوع واحد واحد. أول موضوع طبعا هنأخذ اللي هو combined oral contraceptives. طيب احنا في كل نوع في كي وورد بتاعته يعني هلخصها لك يعني فاهم كلمه كده تبقى فاكرها في دماغك. فالكي وورد بتاعي السي او سي هتبقى ايه؟ كويسه بس مشاكلها كتير. يعني ايه؟ معقوله كنت بسيبش بصفه عامه، معقوله بس مليانه مشاكل. اوكي طيب combined oral contraceptives معناها ايه؟ ان فيها استروجين وبروجستيرون. احنا قايلينها قبل كده والناس بقى تركز اللي ما حضروش معانا في الفسيولوجي. الاستروجين اللي موجود في السوق هو نوع واحد بس ما يسمى ايثينايل استرادايول. ما فيش غيره اصلا. ايثينايل استرادايول الاختصار بتاعه اي اي 2. تمام كده؟ يبقى الاستروجين واضح ان هو منتج واحد. طب البروجستيرون لما تعرف ان في فيرست وسكند وثيرد وفورث جينيريشن سي او سي معنى كده ايه؟ مش من الاستروجين، فهمت قصدي؟ يعني في فيرست وسكند وثيرد وفورث جينيريشن بروجستيرون مش استروجين. اوكي للاسف انا اكتبهم برضو على جنب، للاسف الكلام ده مهم للاسف يعني خلاص. لو قلنا الفيرست جينيريشن حاجه اسمها نور استيرون ان اي تي، السكن ليفو نورج ستريل، الكلام ده كله هيجي لان احنا هنستعمله كله والاختصارات معترف بيها دوليا خلاص. الثيرد سهله بقى ديزوجستريل ونورج استيميت دور سليم وجستودين ماشي. الفورث ده بقى جديد خالص لسه حاجه جديده اللي هو دروسبيرون ده حاجه بصوا معايا دول على جنب مش هشيلهم تمام. البروجستيرون في كام جينيريشن؟ طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه الجينيريشنز بتاعت السي او سي بتفرق في ايه؟ اكيد احسن يعني كل ما تقدمنا عيد احسن. طب احسن من ناحيه ايه؟ سايد افكتس. طب ليه؟ بص ركز في الكلمه دي. الاستروجين بما انه ثابت
يبقى هيتحسن ازاي؟ للدوز صح؟ ليه؟ لان الاستروجين كارسينوجينيك. الاستروجين كارسينوجينيك بيعمل و و كانسر بريست. مش انتوا عندكم في الجراحه السوسي من الريسك صح ولا لا؟ يبقى هنا حسنا الاداء ان انا قللت الاستروجين دوز صح؟ هنا حسنت الاداء ان ايه؟ عملت شيفت من هنا لهنا وهنا. طب ده يفرق في ايه؟ لا بالمعلومات كل عامه يفرق في ايه؟ في ان هي تتخن ولا ما تتخنش. مش انتوا عارفين السوسي بتتخن صح ولا لا؟ ان يحصل لها اكني ولا لا؟ فهمتوا ازاي؟ ان هي سايد افكتس بتحصل. فهمتوا قصدي ولا لا؟ يبقى التحسن عشان بتقلل سايد افكتس. واضح الكلام ده؟ طب قلل سايد افكتس ازاي؟ قلل الاستروجين. عشان كده مكتوب عندك الفيرست جينيريشن مكتوب ايه؟ 50 السكند 30 الثيرد يعني 20-30. فهمتوا؟ وصادهم بقى البروجستيرون فيرست وسكند وثيرد وفورث. كمان ده اخر حاجه نسبه تعرفها. الفيرست اللي هو نور اكستيرون، السكند ديبو نور جستريل، الثيرد ديزو جستريل ونور جستريل جستريل، والفورث الوادر سكرول. ده اللي هو ايه؟ ياسمين. لو عارفين ده اجدد حاجه خالص وغاليه شويه. طب دي حاجه. طيب ركز بقى معايا. طيب التايبس بقى ده بقى بصراحه ده المره احنا بنتكلم في ايه؟ ده جينيريشنز. يعني ايه جينيريشنز؟ التطور كده. امال تايبس يعني ايه بقى؟ مكتوب عندك مونوفيزيك وبايفيزيك وترايفيزيك. يعني هل انتوا عارفين ان 21 حبايه، هل ال 21 حبايه بيحتاجوا احتوى على نفس الكونتنت ولا متغيرين؟ يعني لو ال 21 حبايه نفس الكونتنت هيبقى اسمهم، فهمت ازاي؟ لو مقسومه نصين باي فيزيك، لو مقسومه ثلاث يعني فاهم، يعني ست اقراص بكومبوزيشن وخمسه بكومبوزيشن و10 بكومبوزيشن، يبقى اسمها ايه؟ تراي فيزيك. مبدئيا الباي فيزيك ده ما عادش بيتم انتاجه نهائي. اوكي؟ فيكس. والتراي فيزيك ده اكسبشنال. مفيش الا نوع واحد بس اللي موجود. يبقى مين الاساس؟ المونوفيزيك. طب انت لما بتشوف الحبوب تعرف الفرق ازاي؟ بالالوان. لو لقيتهم كلهم نفس اللون وده ده كل الانواع، هو مش الا نوع واحد موجود في مصر بس اللي هو ايه؟ هتلاقيهم ثلاث الوان. انا اوريكم، انا جايب الحبوب كلها خلاص. تمام كده معايا ولا مش معايا؟ متابعين؟ طيب المونوفيزيك ده، طيب ايه علاقه التايبس بالجينريشن؟ ملهمش اي علاقه. بمعنى ركز في الكلام ده، انا هنا بتكلم على، انا بجيب ايه هنا؟ بتكلم على الدوز. فهمتوا قصدي ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني انا ممكن هنا اجيب الاثنال استراديول واجيب النور اثيستيرون، ده اسمه فيرست جينيريشن صح ولا لا؟ لو خليت الدوز ثابته يبقى مونوفيزيك، لو غيرت باي فيزيك لا. فهمتوا قصدي؟ يبقى في كام اوبشن كده ثيوريتيكالي؟ 9 اوبشن صح؟ معايا ولا مش معايا؟ سيبك من الفورث، الفورث ده اكسبشنال، الفورث ده اكسبشنال. تسعه الفورث ده اكسبشنال يا جماعه. الفورث ده لسه نازل، انا كاتبه لكم بس عشان تبقوا عارفين ان في حاجه اسمها اسمه. يعني الفورث اكسبشنال يستحسن ما تقولوش كمان خلاص. بمعنى ممكن فيرست جينيريشن مونوفيزيك، فيرست جينيريشن باي فيزيك، فيرست جينيريشن تراي فيزيك، سكند جينيريشن مونوفيزيك سكند. فهمت قصدي ولا لا؟ ده ثيوريتيكال. طبعا بقى الفكره مين اللي بيصنع ومين اللي ما بيصنعش والكلام ده. متابعين معايا لحد دلوقتي ولا لا؟ طيب المونوفيزيك ده ممكن بيقول لك هاي دوز، انترميديت دوز، لو دوز. الهايور انترميديت ما عادش بيستعمل، مين اللي بيستعمل؟ اللو دوز. ليه؟ علشان امنع سايد افكتس. يبقى بالاخر مين اللي موجود في السوق؟ مونوفيزيك لو دوز. طب انهي جينيريشن؟ كله موجود. لا كله موجود على حسب، وده هيفرق في سايد افكتس وفي البرايس. بما انه هيفرق سايد افكتس هيفرق في البرايس. طب مش احنا قلنا اللو دوز؟ لو دوز أيوة. موجود. طب ما فريز جينيريشن هاي دوز ايه؟ فريز لا 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 في اكسبشن. اوكي هو ما عادش انتاجه قليل قوي دلوقتي. جينيريشن بتاع جستيشن هو اللي موجود ممكن يكون لو دوز. ما عادش انا علاقه بالاثنين. جينيريشن بتاع الجستيشن. بص معايا يلا يا جماعه بعد اذنكم، انا جبت خيار وجبت طماطم. الدوز بقى بتاعتهم قد ايه؟ ممكن اكتر خيار اكتر الطماطم. اعمل فهمت قصدي؟ الجنريشنز انا خدت مين قصاد مين. تمام كده. التايبس هل كل حبايه تطلع زي الثانيه ولا في اختلاف؟ اوكي okay.
اللودو والجينيشن نسيبه على ال... يلا يا جماعه بعد اذنكم يلا الجينيشن نسيبه على جيتسون ولا على ال... على الاثنين مع بعض؟ لا على جيتسون الاساس طبعا بس غالبا ده بيبقى الاستروجين يعني غالبا كده فاهم قصدي بس دي الاساس ممكن فيرست على اساس جيتسون مش على اساس بس غالبا الاستروجين كده يلا يا دكاتره بعد اذنكم طيب بص معايا لما يجي لك ايدنتيفيكيشن في امتحان الراوند تمام طبعا العدى راوند خلاص اولا ازاي تعرف ان هي سي او سي 21 حبايه لو عايزين تكتبوا الكلام ده عشان بس الناس اللي عندهم راوند يبقى سي او سي 21 حبايه دي اول حاجه مش راوند تمام لو مش 21 حبايه يبقى بي او بي ده اول حاجه ثاني حاجه واتيفر اللون ايه طبعا في مليون منتج معايا ولا مش معايا تاني حاجة هل هي نفس اللون ولا مش نفس اللون خلاص صارت معايا يعني دولة مثلا ده او ده نفس اللون خلاص دي لونها يعني مصفر شوية ودي لونها موف مونوفيزك بس 21 ونفس اللون يبقى اسمها ايه مونوفيزك مونوفيزك ماشي يبقى ده لما تايدنتيفاي في الامتحان تكتب ايه مونوفيزك سي او سي بين قوسين مونوفيزك عشان انت كده ما ينفعش تقول اسم المنتج لان طبعا في مليون بتاع صح ولا لا طيب ده 60 قرش وده 15 جنيه ليه ده 60 قرش ده 15 جنيه الجينريشن دي عشان الجينريشنز ده فيرست جينريشن وده ثيرد جينريشن خلاص اكيد ده اللي بيتخن واللي بيطلع هير وبيعمل يعني فاهم ده التيبيكال وبيجيب كانسر بريس وكل حاجه تمام ده اقل في كل حاجه فهمت قصدي ولا لا ده منه في بديل له يعني تعرفين هما يعني في هما ثلاثه مارفلون وجينيرا وسيلست تمام واحد ده واحد ده واحد ده واحد ب 15 واحد ب 25 واحد ب 30 اكيد ليه اكيد فرق عن ده ال 60 قرش اوكي طيب لو شفنا بقى ده انا هعدي الكلام ده كله عليكم ده بقى ثلاث الوان شايفين ماشي ولو شفت ورا بالارقام يعني انت هنا الكلام ده كله هيعدي عليكم هنا مش فارق هم عامل لك سيركل انا ادي لكم سيركل مش واضحه صح ده بالارقام طب ليه لان اول ست حبوب لهم كومبوزيشن الخمسه اللي بعدهم لهم كومبوزيشن ال10 اللي بعدهم لهم كومبوزيشن فلازم يتبدا يجيبوا بي في او بي بترتيب معين دي كتير دي اكتر عدد تبع الدم طب خد من ورا يعني 4 و 2 6 8 9 4 9 30 ده اللي اوريهم ايوه دي لحظه بس الدوله فاهم عايز انت بتذاكر الدوله مش بتذاكر انا عايز اعرف البدايه في ايه السبت مثلا السبت انت مش من اي يوم ده راح طب احنا ولا حاجه بن ايدنتيفاي الاسم ازاي بنعرف منين بقى يعني بقول مثلا سي او سي فيرست جينيريشن بعرف من فرق فيرست وسكند انا هدخل بين ايدنتيفاي الجينيريشن طب ثانيه هو ده خلاص يا جماعه يا
يبقى على مستوى الايدنتيفيكيشن هتقول ايه في الاخر 21 حبايب اسي وسي لقيتهم لون واحد يبقى مونوفيزيك لقيتهم ثلاث الوان لان احنا قلنا مفيش لونين مفيش لونين يبقى ايه يبقى لو لقيتهم ثلاث الوان يبقى تراي فيزيك ده على مستوى الايدنتيفيكيشن واضح ولا مش واضح طيب دي حاجه طيب بص بقى المنتج ده ده بقى عباره عن ايه باي ذا واي بس عشان ما تلخبطوش عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي ده اسمه سايكلو بروجنوف تمام ده عباره عن استروجين وبروجستيرون بس مش بتاع كونتراسبشن امال عارفين الهرمون ريبليسمنت ثيرابي هو ده بقى ماشي عارفين اللي بيتقال لك الحبوب اللي تنظم البيريود عارفين الاستروجين والبروجستيرون والدرول تيست معايا مش معايا يعني يا جماعه استروجين وبروجستيرون مش موجهين للكونتراسبشن اللي هو المنتج ده معايا ولا مش معايا ومكتوب عليه بصراحه لما بوضوح وصراحه نوت سيوتابل فور كونتراسبشن يعني واحده بيرود مش مظبطه تاخد ده وتبقى عارفه ان هي ممكن تحمل يعني دي مش وسيله كونتراسبشن فهمت قصدي ولا لا ده بقى ده لونين ده مش كونتراسبشن وما برضو من بادئ بايام معينه بيقول لك البدايه من هنا واعمل كده خلاص الحبوب البيضه دي استروجين بس والحبوب البني استروجين مع بروجستيرون اجين ده مش كونتراسبشن مش تبع موضوع النهارده باي ذا واي مش الراوند دي ما تجيش في الراوند لا خالص لا انا بس عشان تبقوا فاهمين عشان انتوا حدوا ابن هرمون ريليس ثيرابي واحده بوست منوبوزال وعندها سيمتومز وعايزه تظبط تاخد ازاي اهو فهمتوا اول 10 حبات استروجين وبعد كده استروجين وبروجستيرون مع بعض هينزل عليها بيريود بعد كده خلاص ومكتوب عليه بموضوع مكتوب هنا not suitable for oral contraceptive purpose اوكي ايه الفرق بينه وبين الدوز الفرق في الدوز دي دوز عاليه ودي دوز قليله عشان كده محدش بيجيب سيره كونتر سايد افكتس هنا معايا لا يعني في هرمون بس ثيرابي والسايد افكتس قل هدوا عليكم بقى واحد واحد كده وبصوا عليكم بقى. ده بقى لا ده بيومي ده بيومي 36 تمام طيب يبقى تاني بس اجمع الكلام بس تاني عشان لو حد جاي متاخر احنا بنتكلم في سي او سي كويسه بس مشاكلها كتير قلنا في حاجتين ما همش علاقه ببعض جينيريشن وتايبس جينيريشنز يعني ايه التطور الطبيعي بتاعها علشان اقلل السايد افكت طب اقلل السايد افكت ازاي الاستروجين اقلل الدوز البروجستيرون على حسب الجينيريشن بتاعت البروجستيرون اللي هما هنا الاسامي الرخمه دي طيب التايبس يعني ايه هل ال21 حبايه نفس الدوز ولا مختلفه لو نفس الدوز اللي هو موجود بالاخر ده اللي موجود في السوق مونوفيزك الباي فيزك ما بتصنعش التراي فيزك ما فيش الا منتج واحد اللي انا جايبه لكم اللي انتوا عشان تشوفوه طيب السؤال قبل ما اسيب الحته دي ليه التراي فيزك دكتور عايز تكلم بس ليه التراي فيزك ايه فكره المنتج ده ليه بتعمل ثلاثه مختلفين علشان تشبه النورمال سايكل يعني الستات اللي بتبليد على النوع العادي ممكن تاخد ده طب ليه لان الدوز بتاعته زي ما مكتوب عندكم ايه بيقول لك 30 40 30 ده الاسم دي اللي ورا يعني عامل كده صح عامل كده صح والبروجستيرون بيزيد 75 125 صح يعني عامل كده صح شبه النورمال سايكل الاستروجين ميد سايكل بيك والبروجستيرون ميد لوتيال بيك صح ولا لا فنسبته ان هو يعمل بليدنج لست اقل بكتير فانت تاخد التراي فيزك لما المونو فيزك ما ينفعش فهمتوها ليه المنتج ده نزل وزي ما اقول لك ده اكسبشنال الاساس اجين مين مونو فيزك لو دوز هو ده اللي موجود لحد كده اوكي تراي فيزك في اول سته مش انت عندك السته خلاص ماشي مش مكلف اول سته اللي هم البلون دول الاستروجين 30 والبروجستيرون 50 الخمسه 40 75 اللي بعد كده ده وده فهمت قصدي؟ فتخيل منظر الاستروجين عامل ازاي؟ كانه بيك في النص والبروجستيرون بيزيد جراديوال كانه بيعمل بيك كده فشبه السايكل النورمال مور اور ليس سته هتبقى بلاتابل سته عن العادي واجين ما بنتخدش الا لما تبليد من النوع الاولاني اوكي؟ طيب الميكانيزم اوف اكشن
لما ادي استروجين وبروجستيرون مع بعض ايه اللي هيحصل؟ بص معايا هيبقى فيه سنترال ميكانيزم و بريفرال ميكانيزم. سنترال يعني انهبيشن الاوفيليشن. والله يا جماعه الموضوع ببساطه عندي ان الاستروجين هيعمل انهبيشن لل اف اس اتش والبروجستيرون هيعمل انهبيشن لل ال اتش يبقى انا كده منعت الاوفيليشن. طب هل هو قادر يمنع الاوفيليشن فعلا؟ ديفينت دي المين ميكانيزم خلاص. طب مين الاساس؟ اكيد دي اكيد دي صح ولا لا؟ ليه؟ لان النيجاتيف فيدباك هنا قوي جدا. تاني حاجه لان الاف اس اتش هو الاساس. لو انت منعته يبقى خلاص تثبيت اكتاف صح، مش هيحصل اوفيليشن نهائي صح. دي مهمه جدا. طيب الاستروجين هيفت الاف اس اتش والبروجستيرون هيفت ال اتش، بس مين الاساس؟ طيب البريفرال ده افتكر ان البريفرال بروجستيرون البي مع البي تمام كده. طيب هيعمل ايه؟ ثلاث كلمات بيتقالوا صم كده ورا بعض اللي هو ايه؟ اتروفيك اندوميتريوم نيوسوتابل فرجمنتيشن، هوستايل سيرفايكال ميوكس نيوسوتابل فرجمنتيشن ديكريز الموتيليتي اوف ذا فيوس. طيب اجين، طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ليه البروجستيرون عمل اتروفيك اندوميتريوم وستايل سيرفايكال ميوكس؟ اوكي، مع انه في الاحوال العاديه ما بيعملش المنظر ده. دلوقتي مش البروجستيرون ده بيطلع في النورمال سايكل، ليه عمل هنا؟ عشان نوت برايم بقى اسمه نوت برايم بقى اسمه. يعني ايه يا جماعه؟ ده عشان تبقوا فاهمين، الاستروجين بيطلع في الفيرست هاف يطلع البروجستيرون وراه بيعمل بروليفراتيف اندوميتريا، ده يعمل سكريتوري صح ولا لا؟ ولكن لما انا اديت البروجستيرون من الاول بوظ الكلام ده نهائي. سيرفايكال ميوكس ده بيخليه فيفرابل وده بعديه هوستايل صح؟ لما اديته في الاول بوظ الكلام ده. حبيبي اصلا معايا استروجين يعني لا بس اتاخد من الاول، بيتاخد من الاول يعني المفروض الاستروجين لوحده وبعدين البروجستيرون يشتغل صح؟ ده في النورمال سايكل. هنا لا اقوى مني يعني على الاكل. لا هو لازم ده يشتغل بعد كده، لو اتاخد من الاول بوظه يعني لازم ده يظبط البروفيت ده يعمله سكوتر، ولكن لو من الاول هو اللي يكسب مور بوتن ممكن تعتبره مور بوتن ان هو يعمل. طيب يبقى تاني الميكانيزم بتاعت السي او سي ايه؟ سنترال وبريفرال. سنترال استروجين هيلت الاف اس اتش، بروجستيرون هيلت ال اتش. مين الاساس ده؟ بريفرال اونلي باي بروجستيرون. اتروفيك اندوميتريا نو سيوتابل فور امبلانتيشن وستايل سيرفايكال ميوكس نو سيوتابل فور بنتريشن ديكريز الموتيليتي اوف ذا تيوب. اوكي طيب افتكر سي او سي يبقى السنترال هو الاساس ودي جت ام سي كيو. سي مع سي سي او سي المين ميكانيزم از، ركزوا في الكلام ده، يعني الاساس ليه سي او سي بتمنع الحمل؟ بتمنع الاوفيليشن، بتمنع الاوفيليشن. واضح الكلام ده؟ لو عايز تكتب يعني 21 يوم وتوقف 7، ال 21 يوم دول ما فيهمش اوفيليشن وبعدين توقف 7 ينزل عليها دم والدرول بليدنج تمام كده. طيب لو قلت لك بقى اي بروجستيرون كونتينين كونتراسبشن هتبقى الميكانيزم بتاعته ايه؟ بريفرال يلي سنترال. البريفرال ايه؟ نفس الكلام وبعدها سنترال، مش هقول استروجين طبعا، فاهمين قصدي؟ لانه مش موجود. يبقى مين ساعتها؟ بروجستيرون هيلت ال اتش ويك اكشن. واضحه؟ عشان الثلاثه اللي هنقولهم بعد كده كلهم فيهم بروجستيرون بس عرفنا الميكانيزم. فلو عايزين تشوفوهم هتقوم بالمره تشوفوهم، يعني هتلاقوا نفس الكلام مكتوب كده. يعني في المواضيع اللي بعد كده باي ذا واي بقول لك الجدول بقى مستوب كده، الجدول على بعضه يبقى مستوب كده، شوفوا صدق. لو شفت الميكانيزم اكشن بتاعت الباقيين فاهمين قصدي ايه؟ بريفرال ليها سنترال، البريفرال نفس الكلام، السنترال ويك لانه بنهبت الاوبيليشن على خفيف ومش افكتيف. واضح؟ اوكي؟ طيب نرجع لموضوعنا السي او سي. طب السي او سي دي ركز معايا في الكلمه دي، هل الست بيجي لها بيريود ولا لا؟ ايه الباترن بتاع البليدنج بتاعها؟ 21 يوم مفيش حاجه وبعد كده ينزل 7 ايام
ينزل دم صح ولا لا؟ يبقى هي ريجولر صح ولا لا؟ ثريشولد ريزولف بليدنج لو الدرول بليدنج انا معاك ده مش بس ريجولر مش ريجولر ريجولر اوكي طيب بعد كده هاو تو يوز طبعا يعني اي واحد عارف هاو تو يوز يعني فاهم ماما كريمه يعني فاهم هتستعملها ازاي 21 يوم وتوقف 7 المهم الكلام بقى يعني بدايتها امتى اول مره تبدا تبداها ازاي ركز في الكلام اللي هقوله ده ان جنرال اي كونتراسبشن المفروض تبدا مع البيرنت ليه عشان ده سجيلة ليه لا ليه متاكده ان هي مش حامل متاكده ان هي مش حامل صح ولا يعني ما يجي لها بيرو تبدا ده قاعده عامه مع اول يوم في البيرو ليه عشان اتاكد ان هي مش حامل مين هواي السي او سي بتاخد 7 ايام قبل ما تشتغل معايا ولا مش معايا ده اول مره كاول مره يعني 7 ايام دول فيستحسن يجوا في البيرو على اساس ما يبقاش فيهم انتركورس اوكي يبقى الاساس امتى اول يوم مع البيرو تمام طيب افرض دي عايز تبداها في اي وقت ماشي بس بشرط لكن مفيش بريجنس ما تبقاش حامل تعمل بريجنس تيست كلام منطقي طب لو والده ركز بقى في الكلام الاول ده مشكله السي او سي ايه مع الولاده مع الوالده لسه الرضاعه انهبت اللاكتيشن بطريقه فظيعه تمام ركزوا في الكلام اللي بقوله ده الموضوع لو اتاخد بالفهم هتلاقوا الموضوع سلس جدا وهتلاقوا ان كومبارزون هيبقى الموضوع ظريف لو اتاخد قفش كده مش هيبقى بتاع طيب فبالتالي لو واحده بترضع وعايزه تاخد سي او سي تاخدها امتى خلاص بعد 6 شهور طب مش معنى بعد 6 شهور سون الويننج اكسكلوسيف بريس فيدنج يعني بعد 6 شهور هيبقى في ويننج هياخد حاجات ثانيه حتى لو حصل انهيبيشن مش قضيه فاهمين يعني لو واحده بترضع تاخدها امتى 6 شهور طب لو ما بترضعش تاخدها امتى طب ليه ركز معايا بعد 6 اسابيع اولا طبعا لوجيكالي واحده ولدت ومش هترضع المفروض تبدا ايميديت صح لا لازم تستنى 6 اسابيع عشان ايوه عشان الاوفوليشن يخلص هي صعبه شويه صعبه شويتين بس لان البريجننسي هايبر كواجولبل كونديشن فالبربريم ده جزء من الحمل يا فاهم قصدي يا جماعه يعني البربريم ده هايبر كواجولبل عشان كده ياما سمعت عن دي في تي في البربريم تمام كده والسي او سي بتزود الكلوتنج فهمت قصدي ولا لا؟ فلو خدتها في البربيرم ايميديت ممكن تزود الانسس في الكلوتنج يجي لها دي في دي على طول. تاني ليه تستنى بس دي اوفر عليكم على فكره بس انا بس عشان تبقوا فاهمين يعني اوكي؟ عشان لحد ما البربيرم تنتهي لان البربيرم هيبقى في اجر كونديشن اوكي؟ طيب تاني يبقى لما ابدا اول مره ابدا امتى يا جماعه؟ قول اول يوم في البيريود او في اي وقت بشرط تعمل بريجننس تيست لو والده بترضع 6 مانث لو ما ترضعش 6 ويك اوكي طيب اللي بعده السكيدول هيبقى ايه؟ طبعا اللي احنا قايلينه السكيدول هيبقى ايه؟ 21 يوم وهتوقف 7 طيب افرض ان هو 7 ايام ما نزلش فيهم بريجننس افرض البريدنج نزل في ال 21 اواخر ال 21 يوم ما نزلش في 7 فاهمين السؤال؟ ايه؟ افرض 21 يوم وتوقف 7 7 دول المفروض ينزل دم افرض ان هو في اخر يومين في ال 21 نزل و7 دول ما نزلش افرض 7 دول ايوه عادي يعني ايه عادي يا جماعه؟ 21 يوم وتوقف 7 21 يوم مالهاش دعوه فاهم هي مظبوطه على النتيجه 21 يوم توقف 7 21 يوم توقف 7 21 يوم فاهمين قصدي؟ مالهاش علاقه بالدم نزل او ما نزلش خلاص؟ يعني ما تستنى افرض مثلا 7 ايام عدوا من غير ما ينزل دم ما تستناش لما ينزل لان الفتره دي هتبقى هي امبروتكتد فهمت قصدي؟ فالامبروتكتد دي ممكن تحمل فهمت قصدي ولا لا؟ يعني مش عارفه هو ايه اللي حصل واضح الكلام؟ طيب في بقى حاجه اللي هي لا ميست بيريود بقى ميست بيل يعني نسيت تاخد الحبايه تعمل ايه؟ تمام بص معايا لو نسيت حبايه واحده تاخدها لما تفتكر وخلاص يعني الحته دي مكتوبه لك مع عندكم فركزوا معايا يعني لو نسيت حبايه واحده ثاني يوم تاخدها لما تفتكرها ولا كان حصل حاجه طب لو نسيت حبايتين او اكتر طب تستعبط مبدئيا يعني يعني هتستعبط يعني خلاص ركز في الكلمه دي تعمل ايه بقى تاخدهم لما تفتكر بس
سبعة أيام ريسكي. يعني إيه سبعة أيام ريسكي؟ ممكن تحمل. ليه؟ لأن خلاص هي اتقطعت، يعني الحبتين دول اتقطعنا خلاص، فهنبدأ نشتغل من جديد. هي بتفضل كم يوم قبل ما تشتغل؟ سبعة أيام. فالسبعة أيام دول أن بروتكتد. فهمت قصدي؟ مطلوب إيه؟ أيضا حاجة اسمها باك أب ميثود. باك أب يعني إيه؟ باك أب يعني وسيلة إضافية أو زيادة أو، فاهمين قصدي؟ بمعنى لا إما تبعد عن جوزها في السبعة أيام دول، لا إما تاخد وسيلة تانية مثلا كوندوم مثلا. فهمتوا الفكرة؟ ليه؟ لأن السبعة أيام دول مش محمية ومش عارف إيه اللي بيحصل، واللي أنت عارف الكارثة بتحصل في ثانية، فاهم؟ يعني ممكن توقف يحصل أوفيليشن تك يقوم يحصل حمل. أوكي؟ تاني أنا عارف هي مكتوبة عندكم رخمة، ده الكلام اللي أنا عايزه. بصوا معايا، لو حباية واحدة حتى اكتبه بالعربي عشان تبقى تفهم، لو حباية واحدة تاخدها لما تفتكرها وبس، جوازي من الحباية تاخدهم لما تفتكرهم زائد باك اب ميثود لمدة سبعة أيام. هي مكتوبة عندك رخمة أقل من سبعة وزن من سبعة وكلام مش عايزه أصلا. حبايتين، حباية اللي هي نسيتها وحباية بتاعت اليوم ده معايا. اوكي لحد دلوقتي؟ ايه بقى؟ يبقى بتتاخد ازاي؟ قلنا البداية 21 يوم متوقف سبعة ملهاش علاقة بأي حاجة، ولو نسيت تتصرف ازاي؟ اجين حباية تاخدها في الوقت اللي تفتكرها ومفيش مشكلة، حبايتين تاخدهم في الوقت اللي تفتكرهم زائد سبعة أيام بقى. طيب الإفكتيفنس كان بقى بالـ 100 وومن بيرير اللي احنا قلناه كويسة، من واحد لـ 200 وومن بيرير، وده رقم اكسبتد يس. يعني لو 100 واحدة خدت الحبوب بعد سنة ممكن واحدة أو اثنين يحمل. اوكي ده رقم معقول. طيب مكتوب عندك بقى كلمة the most common cause of failure is male factor. Human factor. Human factor يعني ايه يا جماعة؟ هي نسيت، هي لخبطت، بتتاخد on request. فاهمين on request يعني ايه؟ لما يحصل انت كورس فاكراها بتشتغل local، وده في ناس كتير بتعمل الحركة دي. فاهمين ازاي؟ يعني مفروض ماشي على سي او سي، ركز في الكلام، يعني مفروض فاكرة هي ماشي على سي او سي، هي ربطها بايه؟ فهمت قصدي؟ يعني تاخد يوم ومثلا ما اعرفش تفضل يومين ما تاخدش، ولما يجي يحصل ما اعرفش تاخد. فهمت؟ هي ربطها بالفاهم، فهي فاكراها بتشتغل لوكال بقى، وهي بقى بتوفيوليت وبتحمل وزي الفل، وبعدين تكتشف بعد كده بشهرين. وده اللي بيحصل لما انت مثلا واحده بتاخد سي او سي وعارف ان هي حامل فيها في الرابع، فاهم ازاي؟ بسبب الموضوع ده. The most common cause، ودي كانت ام سي كيو، دي مهمه وممكن تيجي في امتحان الاول. The most common cause of failure is incorrect intake. عشان كده مكتوب عندك بين قوسين ايه؟ use، مكتوب عندك method failure صح؟ use failure صح؟ بين قوسين مكتوب ايه؟ method failure 1 من 10. طب ازاي؟ method failure اللي موجود عندك دي يعني ايه يا جماعه؟ لو ال 100 واحده استعملوهم بحق ربنا، فاهمين؟ واحده كل 1000 عقبال ما واحده تهدى. ولكن بما ان في الهيومن فاكتور وصلوا من 1 من 10 بقى 1 من 2. فهمتوا الكلمة؟ فيوز فيلير يعني ميثود فيلير يعني ايه يا جماعة؟ لو استعملتها زي ما الكتالوج بيقول هتطلع كده. يوز فيلير يعني ايه؟ هيومن فاكتور دخل في الموضوع. خلاص؟ لو سألت الفيلير ريت كام؟ 1 2 1 2، ده الرقم اللي احنا معتمدين عليه. التاني ده بس انا بفهمك الوضع. The main cause of failure is incorrect use. تمام؟ طيب الانديكيشنز 100 وومن بير يير، احنا قلنا قبل ما انتوا تيجوا يعني ايه لو 100 واحده استعملت الوسيله دي لمده سنه كم واحده تعمل؟ الانديكيشنز لازم تتاخد كل يوم في نفس الوقت؟ لا. طب السؤال تتاخد، انا ما قلتش كده، هل تتاخد كل يوم في نفس الوقت؟ يعني مفيش فرق ساعات ولا 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 يفرق معايا. المهم تتاخد في خلال اليوم، قبل الاكل بعد الاكل ما اعرفش ايه، قبل ما مش فارقه. ايوه المهم تتاخد وخلاص. طيب السؤال اللي بعد كده الانديكيشنز كونتراسيبتيف ودان كونتراسيبتيف، مكتوب كلمه غريبه قوي اللي هي ايه؟ من 20 ل 35 اف نوت كونترا انديكيتد. الكلمه دي تدل على حاجتين، بعد 35 المفروض ما تستعملش،
وان هي متعبيه كونتر انديكيشن لدرجه ان انت بتفرض يعني فاهم بتقولها بوضوح اف نوت كونتر انديكيت صح. وهناخدها كمان شويه. طيب النون كونترسبتيف يوز بقى منتهى 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 الاهميه. علم عليها الناس اللي في الراوند ده سؤال كومون جدا جدا جدا. يقول لك ايه ايدنتيفاي واليوز نون كونترسبتيف يوز يعني ايه الاستعمالات اللي السيوس بتستعمل فيها مش علشان تمنع الحمل امال عشان ايه في 8 كل اتنين مع بعض هتفهموا بعد كده. ديسفانكشنال كرايم بليدنج اندوميتريوز خدناها في ديسفانكشنال كرايم بليدنج صح. الاندوميتريوز لما ناخدها في حاجتين مع بعض اللي هم الديسمينوريا واخوها اللي هو برين نيسترال سيندروم برينس بي ام اس اللي هي برين نيسترال سيندروم اوكي. حاجتين تانيين اللي هم الهيرسوتيزم والاكني طبعا مع بعض. حاجه اسمها فانكشنينج اوفيريان سيست يعني مثلا واحده في تشايلد بيرنج بيريود عندها سيست 5 في 5 سم وكلير وشكلها بتاع دي لو اديتها سي او سي هتنشف ده كومون براكتس يعني فاهم دي بيجيب افكت. اخر حاجه نمره 8 تو بوستبون منستريشن دي كمعلومه عامه لكم مهمه لان غالبا هنسال في الحياه العامه في كده اللي هي ايه واحده رايحه عمره واحده رايحه حج والبيريود هتيجي في التوقيت ده فهيضيع لها كل المناسك فتعمل ايه فاهمين قصدي؟ ده سؤال كومون يعني ممكن تساله في الحياة العامة. بصوا معايا ان انت ركزوا معايا بس في الكلمة دي ان انت تيجي قبلها باربع خمس ايام وعايز البريود ما تجيش مش هيحصل. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انتهت خلاص انت ممكن تحاول تنزلها بدري شوية ممكن بس مش افكتف. امال احسن حل بقى ايه؟ بصوا كده ادي ايام العمر او ايام الحجه اهي خلاص ودي بدايه البيريود بتاعتها المفروض تقولها من الاول تعمل ايه المفروض تبقى اورينتد من الكلام ده من بدري تاخد شريط حبوبان الحمل 21 تمام كده وبعدين تاخد التاني تلحم فيه على طول ما توقفش فايه اللي هيحصل ايوه هتكمل 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 كده وانس خلصت وقت العمره تبطل تقوم تنزل البيريود تاني يعني هو ده ده بدايه البيريود وهي العمره هتيجي في اليوم ال 25 مثلا من 25 30 تقوم هي تعمل ايه شريط وتلحم وراه ايميديت شريط ولحد ما تعدي الفتره دي وتبطل هيقوم ينزل البيريود تمام معايا مش معايا يبقى لازم تبدا من البيريود اللي قبلها مش قبلها بتلات اربع ايام وتقول لك انا مش عايز انزل بقى البيريود ما ينفعش ده كومون انا فاكر تسالوا فيه كلكم يعني في الحياه العامه اوكي تاني نون كونتراسيبتيف يوز اوف سي او سي اندوميتريوزس ديسفانكشنال كرايم بليدنج ديسمينوريا فريمنسترال هيرسوتيز اكني فانكشن اوفيريان سيست وبوستبون منستريشن قبلها 21 يوم لا بس هيك الامر بغض النظر بقى قد ايه ما حصل اختلفت من واحده لواحده اوكي طيب بعد كده الادفانتجز هي اول واحده اول سي او سي بس منها اول حاجه فانتوا العناوين غريبه بعد كده هتلاقوا كل الكلام بيتكرر فيبقى الموضوع اسهل. الادفانتج بتاعت السي سي بقى بصوا معايا احنا قلنا في 10 الناس اللي جايه متاخر 10 كرايتيريا للايدر كونترسبشن وقلنا نو ايدر كونترسبشن فبالتالي ما فيش حد فولفيلنج ال 10 دول. فانا عملت ايه على فكره الاسلوب ده اسلوب انا يعني مش هتلاقوه في الكتاب او كده فياك حد يكتب الاسلوب انا بقوله ده لازم تحور فيه في الامتحان لانها تبقى واضحه قوي ان هي كلام دروسي يعني. انا عملت ايه الادفانتج بتاعت السي او سي انت ممكن تكتب منها للصبح وفي الاخر تنسى كل اللي انت كتبته وتكتب كلام غلط فنركز فيهم مكتوب عندك جنرال هم مين رص ال10 وشيل 2 في حالتنا هنا واحده واحده كده هل هي افكتيف اور ريلايبل هل هي افيلبل وشيل هل هي ايزي تو يوز اور ريفرسبل هل هي سيف ودازنت نيد ميديكال سوبرفيجن لا سوري لا هي مش سيف ونيد ميديكال سوبرفيجن نعم عارفين ميديكال سوبرفيجن يعني ايه يا جماعه تتصل بالدكتور يا دكتور انا حصل لي كذا هل ده من الحبوب ولا لا ولا من الحبوب ياكي بطاريه حالا ولازم الدكتور يشوف اكسبتد باي تكابل ودازنت افكت سكس فهمت قصدي ايه يبقى دي ايتم انت ضمنته انت بتتكلم في الادفانتجز ال10 وهشيل منهم اثنين كل اثنين بيختلف من كل مره اوكي طيب تاني ميزه ان هي لها نون كونتراسبتيف يوز تمام مش ديس ادفانتجز دي ريسك وهتعرف دلوقتي لما نقول سايد افكتس لا ريسك
ان الادفانتجز ونص كل الكلام ده بعض والاسماء الجنرال والكريز ريسك اوف ونص ايه. طب فهمت قصدي؟ يعني انت ما تكتب كتب 14 ورا بعض ما تكتبش جنرال لان مفيش حاجه اسمها جنرال اصلا. ده كلامي ده انا اسلوبي انا فاهم قصدي يا ساره ده اسلوبي انا اللي بسهلها كده. ديكريز الريسك اوف بصوا معايا عشان تبقوا فاهمين اوفيريان اندوميتريال كانسر ليه البروجستيرون بيمنع الايفكت بتاع الاستروجين. خلي بالك السي او سي ما فيهاش هايبر استروجينيك ستيت ليه البروجستيرون موجود مع الاستروجين. اللي بعدها بناين بريست ديزيز دي المفاجاه هي بتزود الكانسر بريست بس بتمنع البريست البناين زي الفايبر ادينوزس والكلام ده خلاص. الاربعه اللي بعد كده اللي هما ايه التوبيك البي اي دي الانيميا النيسترال ديستربنس اكتب كده ان كومباريزن تو اي او دي يعني ايه. طبعا انتوا عارفين اشهر وسيلتين ايه سي او سي واللولب صح ولا لا. الاي دي بيعمل الاربعه دول فان كومباريزن معاه ايه بتقلل. فهمت قصدي؟ يعني الاي دي معروف بيعمل التوبيك ومعمول بيعمل بي اي دي وبيعمل انيميا عشان بيعمل بليدنج كتير ونيسترال ديستربنس. هي ما بتعملش الكلام ده كله اوكي. طيب يبقى الافانش الثاني ايه العشرة وشلت منهم سيف ديكريز الريسك اوف اوفر اندوميتريال كانسر و بنايم بريست ديزيز و الاربعه بتوع الاكتوب و نون كونتراسبتيف يوز. طيب الديس ادفانتجز بقى بتاعتها بصوا كده كل الكونتراسبشن هم اربعه اخر اثنين ثابتين اللي هم ايه doesn't protect against sexual transmitted disease doesn't protect. ليه بقى؟ لان الوحيد اللي بيبروتكت هو الكوندوم صح. فكلهم نافيتهم في كلهم ورابع واحده ان هي لها سايد افكت صح. اول اثنين بيختلفوا بقى في حالتنا هنا being oral دي رخمه ليه resupply. يعني مثلا دي بتركب الكبسوله هنا بتركبها 3 سنين الاي دي بتركب 10 سنين ومش محتاج كل فاهم بما انها oral كل يوم لازم تاخد صح. وطبعا ايزي فور جوتن صح ولا لا. تاني ديس ادفانتج ان هي ممكن تعمل ديليت فيرتيليتي 3 شهور وده مش رقم كبير اكسبتد بس موجود. يعني ايه ديليت فيرتيليتي؟ مفيش حمل لما تبطل ما هي المفروض مش حمل يقعد تاخدها لما تبطل السي او سي ممكن ما ترجعش على طول للفيرتيليتي تفضل 3 شهور عقبال ما ترجع للنورمال معايا؟ تختلف. السؤال بقى برضو منطقي هل الانسيروشن هترجع ايميديت؟ الله اعلم. ده كان في سبريشن للاوفيليشن صح؟ هي هتستجيب خلال قد ايه؟ فهمت؟ لان وانس الاوفيليشن حصل يبقى خلاص ده سؤال الله اعلم هيحصل ايه. اوكي؟ طيب ماشيين لحد دلوقتي اوكي؟ طيب السايد افكتس بقى ده سؤال ممكن يجي. طب الاسئله بتيجي ازاي؟ طبعا مش هيجي الموضوع على بعض من اوله فممكن يقول لك فاهم يقول لك indications and side effects of COC مثلا فاهم side effects and contra indication whatever. طبعا side effects زي ما انتم شايفين ما شاء الله صفحه ونص side effects. انت متخيل دواء side effects بتاعته صفحه ونص؟ انت متخيلين؟ واحده واحده كده مع بعض عشان في حاجات مهمه وفي حاجات مالهاش معنى. بص معلش اول حاجه على البريجننسي يعني ايه على البريجنسي؟ واحده مش عارفه ان هي حامل وبتاخد سي او سي الريجولار يوز حملت ومستمره تاخد السي او سي مشهور ان هي تعمل كونجنتراتوجينيك معروفه تماما تعمل كونجنتال انوماليز. الكونجنتال انوماليز دي مجموعه في كلمه فاكترين على فكره ده حاجه مش تحشيشه دي معروفه فاكترين مش عارف تستوعب كده فيرتبرال انوريكتال كارديا تراكيا رينال وسبوجيان وليمفيكال. ماشي ده حاجه معروفه مش حشيشه اوكي. طيب اللي بعد على البريست هتعمل ايه؟ قول احنا قلناهم كلهم كانسر بريست تعمل فيه ايه؟ بتزود البناين بريست ديزيز بتقلل اللاكتيشن انهيبيشن هم دول هو ايه تاني؟ طيب نيسترال تشينجز او نيسترال ديستربنس اللي هم ايه يا جماعه؟ هي المفروض نورمال يبقى ايه؟ قول 21 يوم توقف 7 ينزل دم. ايه اللخبطه اللي ممكن تحصل؟ قول تنزل في ال 21 ينزل دم السبعه ما ينزلش دم
او ينزل دم بسيط قوي ما ينزلش خالص صح ولا او بعد ما تبطلهم ماشي ينزل دم خالص بس طيب 21 يوم وينزل عليها دم تعمل ايه احنا قايلين كمل عادي لا واحد لا هي تعبت هي تكمل عادي ده ما لهوش علاقه استنى بس ده ما لهوش مشكله بس هي بقى يعني متضايقه تعمل ايه ان هي بينزل عليها هي المفروض 21 يوم بينزل بتنقط تمام و7 ايام بينزل دم بقى بيرد فهمت قصدي ايه فهي متضايقه من المنظر ده انا قلتها تعمل ايه فاي فيز مش احنا قلنا مور بلاتابل عشان كده فاهم انا ماين سايكل الرئيسيه فتعمل صح صح ولا لا ده على السريع الكلام ده على السريع بتاع نو ويذدرول بليدنج اول حاجه تفكر فيها ايه 21 يوم وقف 7 ما نزلش دم حمل احنا متفقين على كده اي بليدنج والامينوريا في تشايلد بيرنج بيريود ماست اكسكلود بريجننس صح اول حاجه تفكر فيها حمل تعمل بريجننس تيست صح ولا لا طيب هايبومينوريا نفس المبدا الدنيا مش مظبطه تراي فيزك خلاص طيب بوست بيل امينوريا يعني ايه بقى بس طبعا ده بطلت الحبوب ما فيش انسى بقى لها 6 شهور ما نزلش على نقطه دم ده بقى اللي هو الاكسس في الباي باي فاهم حصل له انهيبيشن لما بقى ايه انتهت يعني فاهم بس تتعامل معاه ازاي اكسس سكندري امينوريا مش وقته خلاص يبقى الجزء ده بيتعامل في الانجاز فاهم قصدي يا جماعه خد كلمه من كل واحده يعني بريك ثرو بليدنج هتدي له ايه تراي فيزك نو ويذدرول بليدنج اكسكلود بريجننس هايبومينوريا تراي فيزك فهمت قصدي بص بالامينوريا دي له السكندري امينوريا خلصنا انجز لان السؤال اوريدي هيبقى كبير طيب ميتابوليك تشينجز منتهى الاهميه وهي دي بتعتمد على الفسيولوجي الناس اللي ما حضروش الفسيولوجي ركزوا معايا من الفسيولوجي احنا قلنا في استروجين ده مصيبه بعد اذنكم يا جماعه ركزوا الكلام ده قلته قبل كده الناس اللي ما حضروش ركزوا معايا الاستروجين بيعمل ايه واحد على مستوى البروتين انابوليك على مستوى الكربوهيدرات دايبيتوجينيك على مستوى الصولت اند ووتر بيعمل ريتينشن على مستوى الكلوتينج بيزود الكلوتينج بيزود الكلوتينج الكلوتينج صح ولا لا الحاجه الوحيده اللي الاستروجين بيعملها اللي هو الفات بيزود الاتش دي ال ويقلل العكس 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 صح كده الاستروجين دي الميزه الوحيده يا جماعه دي الميزه الوحيده اللي في الاستروجين أيوة, ايوه مش احنا مش عشان كده قلنا البوست منبوزل الستات معرضه للاثيروسكلروزيس دي ميزه السنس بتاعها يا جماعه صح طيب البروجستيرون بقى مش انت بتدي الاثنين دي بقى بتبقى عيب عنده صح بيزود ال ال دي ال يقلل الاتش دي ال صح ولا لا بما انك انت بتدي الاثنين فانت بتاخد عيوب الاثنين فهمت قصدي يبقى سي او سي دي بقى ركز بقى معايا انابوليك ودايبيتوجينيك وبتعمل سولت اند ووتر ريتينشن وبزود الكلوتينج وبتعمل اثيروسكلروسيس افتكر مساء الفل تمام طيب وبالتالي واحده واحده بقى معايا عشان الفهم انابوليك يعني بتتخن عشان كده هي بتتخن دايبيتوجينيك عشان كده ممنوع في الدايبيتس صح ولا لا سولت اند ووتر ريتينشن بتتخن برضه صح كلوتينج واثيروسكلروسيس يبقى تخيل بقى كم الكونترا انديكيشنز قولوا كده من الكلام ده اوفر ويت دايبيتس اوفر ويت ديما اي حاجه كاردييك وات ايفر هي ايه صح ايه كمان اي كلوتينج جالها خلال حياتها خلال حياتها يعني فاهمين يا جماعه ايه جالها دي بي تي وهي عندها 16 سنه انسى دي ما تخش طول عمرها سي او سي فاهمين قصدي؟ الحالة دي تريفيال ميترال ريجيرج انسى مع انه تريفيال فاهم ازاي؟ عندها ميترال فالف برولابس انسى انتوا متخيلين؟ عاملة فالف ريبليسمنت انسى انسى فاهمين قصدي؟ هايبرتنشن احنا ما قلناش ما قلناش هايبرتنشن طب باي ذا واي يعني انت عايز ايه بعد كده؟ يبقى كل دي سايد افكتس يبقى مصيبة قادره ان هي تعمل بالمونري امبوليزم ودي في تي واثيروسكلروزيس واسكيميك هارت ديزيز كل الكلام ده معانا اوكي طيب يبقى ده الميتابوليك اللي هو بعديه كارديو فاسكولار متابعين معايا ميتابوليك والكارديو فاسكولار كمان معايا صح السي ان اس
بالكلام اللي انا بقوله ده ممكن تعمل ايه؟ سترونج طبعا. واتيفر بقى الستروك ثرومبوجينيك او امبوليك او هيموراجيك كل موجود صح ولا لا؟ طيب الجي اي تي الكلمه مهمه قوي قوي. جول بلادر ادي ناحيه مسؤوله عن جول بلادر بتعمل كل حاجه في جول بلادر ستونز على واستراكشن على بتاع. وبالنسبه للليفر بتزود بقى ايه البناين والمالجنانت تيومرز بتاعه الليفر الادينومور هيباتوم يعني في البريست. ركز في الكلمه دي بتزود الكانسر بريست وبتقلل البناين بريست. لا في الليفر بتزود الاثنين متابعين. كمان بقى حبه حاجات بقى خيبان على جنب كده ايه انتي كوزموتيك يعني ايه بتعمل اكني وهرشيتيزم مع انها بتستعمل في علاجهم بس ساعات بتعمل ساعات كده قليل ممكن تعمل الكلام ده وبتعمل ديليت فيرتيليتي مش احنا قايلين ممكن 3 شهور وبتعمل سودو بريجنسي ستيت. يعني ايه سودو بريجنسي ستيت؟ ركز معايا الست لسه والده فبتاخد الحبوب بتتخن وبتقبص تمام وبيحصل لها حبه هرشيتيزم ما اعرفش ايه ومتنفخه وحاسه ان هي مورمه يعني عارف اللي هو ايه بيقول لك انا حاسه ان انا لسه حامل يعني انا في حاجه غلط مش بالظبط فاهم قصدي ده اللي هو سودو بريجننسي كان. اوكي طيب اونكوجينيك افكت بقى على خاطر ايه بالكانسرز بريست كانسر بريست وبتقلل البناين الليفر زود ده وده ايه كمان ايام زمان انا قلتها في اول حصه كان في حاجه اسمها هاي دوز بيلز اتلغت ليه كارسينوجينيك وش ليه؟ كان الدوز عالية فبتعمل بقى اندوميترا كارسوما وكلام ده ما عادش بتستعمل اللي هي الهاي دوز بيلز. كمان لقوها بقى بتزود الكانسر سيلز معايا؟ طب ليه مش عارفين؟ ركزوا في الكلمه دي بس بعد اذنكم يا جماعه. لقوها بتزود الكانسر سيلز ليه مش عارفين؟ مش ملاقيين سبب واضح. فبيقول لك غالبا ده اسوشيشن. يعني ايه اسوشيشن؟ الكانسر سيلز زي ما ناخد بعد كده ديزيز البروستاتيك بيجي في البروستاتيك اللي هم الهاي سيكشوال اكتيفيتي والكلام ده. فالوسيله المفضله لهم ككونتراسبشن السي او سي. فلقوا ده فاهمين؟ لان الاي او دي بيبقى فيه فيتال ما اعرفش الحاجات الثانيه بتبقى هم عايزين حاجه افكتيف يعني فاهم؟ فهو ده الوسيله المفضله فبالتالي لقوه معاهم فبالتالي ده اسوشيشن مش كوزيشن. فاهمين قصدي؟ اسوشيشن اكتر منها ان ده عمل ده. فهمت قصدي ولا لا؟ ولا مش مفهوم؟ البروستيتيوتس طبعا يا صاحبي مش يعني يلا تمام. طيب ده الكانسر سيرفكس فيه في المالتيبل سيكشوال بارتنر وبعدين والسيكشوال والسيكشواليتي والكلام ده خلاص اكتر وسيله بتستعمل البروستيتيوتس اللي هم سي او سي. فهمت قصدي ولا لا؟ فبالتالي الكانسر سيرفكس لما يجي هيبقى اكتر وسيله السي او سي. فهمت قصدي؟ وبالذات ان بره بيبقى فيه ريجولار سكريننج للكانسر سيرفيس بالذات في الفئه دي فبالتالي بيلاقوا الموضوع. فهمت قصدي ولا لا؟ وكمان اخر حاجه دراج انتر اكشن تمام؟ ليه بقى؟ لانها بتتكسر بالفاكرين سيتوكروم بي 450 في الليفر ففي انزيم اندوسر وانزيم انهبيتورز. فخلي بالك لان في حاجات بتزودها وحاجات بتقللها وما اعرفش ايه. مكتوب عندك ان هو بيقلل الدوز اوف انتي كواجلانت انتي هايبرتنسيف و اورا هايبوجلايسيميك. كلام منطقي طبعا. بس هو اصلا المفروض ما تاخدوش مع بعض ولو تاخدوا مع بعض يبقى ده حمار اللي بيديله صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واخدين بالكم الكلمه دي ولا لا؟ هي دايابيتك بتاخد سي او سي ليه؟ هي هايبرتنسيف بتاخد سي او سي ليه؟ فهمت قصدي؟ هي فيها كلوتنج وبتاخد انتي كلوتنج يعني انتي كواجلانت. فهمت قصدي؟ ده ثيوريتيكال بس هو اصلا المفروض ما تاخدوش في الكلام ده. بعد السايد افكتس كلها ممكن بقى كونكلود الكونترا دي اخر حته في سي او سي تمام اللي هي ايه؟ ايه الكونترا انديكيشنز بقى؟ هناخد بس الفيوريش هتاخد 5 دقايق اوكي والكومبارزون هتخلص في ثواني بس بعد اذنكم يلا. لا 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 مش هتاخد 5 دقايق لانه الكومبارزون كله. لا مش خايف انا هديها بقى تفضلوا اوكي. الكونترا انديكيشنز ابسوليوت وريلاتيف. ركز معايا بعد اذنكم في الكلام ده. زي ما انتم شايفين راسه طويله قوي. السؤال بيجي ازاي او بيجاوب ازاي؟ انت لازم تحفظ الكلام ده كله ولا لا؟ نركز مع بعض عشان احاول اسهلها لك. اولا
في حاجة كده لازم تبقى عارفها. في حاجة اسمها WHO eligibility criteria. يعني ايه بقى WHO حطت كريتيريا معينة كده قالت لك ايه؟ لإما كاتيجوري واحد لإما اثنين لإما ثلاثة لإما اربعة. قال لك كاتيجوري واحد البينيفيتس اكتر مليون مرة من الريسك. ركز بس سيبك من بص سيبك من الكلام اللي عندك وركز معايا وهي مكتوبة في الـ NB في الآخر بس عايزك تفهم لأنها مكتوبة حتى رخمة. البينيفيتس اكتر من الريسك. كاتيجوري اثنين البينيفيت اكتر سنة من الريسك تمام. كاتيجوري ثلاثة الريسك اكتر سنة من البينيفيت. كاتيجوري اربعة الريسك اكتر بكتير من البينيفيت. يعني بصوا لي كده انديكيشن صح ولا نمرة ثلاثة يبقى ريلاتيف كونترا انديكيشن صح. نمرة اربعة ابسوليت كونترا انديكيشن. خلصت ده اللي انا عايزك تعرفه. يعني كاتيجوري واحد دي كان الانديكيشن. كاتيجوري 3 ريلاتيف كونترا انديكيشن. كاتيجوري 4 ابسولوت كونترا انديكيشن. عشان كده مكتوب عندك ايه كونترا انديكيشن ابسولوت بين قوسين ايه دبليو اتش او اليجيبيليتي كرايتيريا نمبر 4 وتحت الريلاتيف دبليو اتش او كرايتيريا نمبر 3. فهمت قصدي؟ طيب كقاعده الابسوليوت كونترا انديكيشن انا بحاول اسهلها لك. طبعا الكلام كله لوجيك يعني كل الكلام اللي احنا قلناه مكتوب عندك كتسهيل. في ثلاثة ثابتين بريجنسي انكسبليند بليدنج وكانسر. في حالتنا هيبقى كانسر بريست. شايفينهم انا عاملهم اول ثلاثة لوساتيف في كل الترسبشن ده في اي كونترسبشن. ركز في الكلمه اللي بقولها لك دي. اي كونترسبشن ممنوع تستحمل امتى؟ لا جدال بريجنسي لا جدال بليدنج. طب ليه؟ شايف تاني اصلا مزال بليدنج لان ممكن يبقى حمل. مش البليدنج ده ممكن احنا قلنا مش قايل بليدنج ولا امينوريا في شهاده بيرج ماسكس بين بريجنسي. اللي اعرف ان ده مش ابورشن. اللي اعرف ان هو مش اكتوب. فاهم ولا لا؟ تالت حاجه في كانسر. في حالتها طبعا هيبقى كانسر بريست صح ولا لا؟ طيب بعد كده طبعا هو الكلام ده غير قابل للتحشيش. فاهم قصدي؟ دي دبليو اتش كرايتيريا حطيتها زي ما هي. انت مش مطالب ترص ال 15 بالريلاتيف. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني اكتب على قد ما تقدر. يعني فاهم لو جه سؤال المهم تكتب في الكلام المعقول. فاهمين قصدي؟ والريلاتيف تاخد لك اثنين ولا حاجه يتكتبوا على جنب. فاهمين قصدي؟ طب الابسوليوت ده من الكلام اللي احنا قلناه قولوا كده. احنا قلنا بريجنس وبريست كانسر و دايبيتس هارت ديزيز هايبرتنشن اثيروسكلروز دايبيتس دايبيتس فالفولر فالف ديزيز صح؟ ثرومبوزس ثرومبوزس. في ناس كمان بتقول لك لو فاميلي هيستوري اوف ثرومبوزس لو يعني لو اختها او مامتها جالها دي بي تي قبل كده ما تاخدش. ماشي ايه كمان لسه؟ جول بلادر ديزيز ليفر ديزيز وات ايفر هو ايه في اي اتجاه في اي مجال. اي ثينك سهله صح ولا لا؟ الابيليبسي كمان الابيليبسي ممنوع. طب ليه؟ صعبة شوية تعمل الانتي ابيليبتكس انزايم انديوسر. انتي ابيليبتكس انزايم انديوسر لا هتقلل الاكشن. انزايم انديوسر هتكسره. فهمت قصدي؟ فهتبقى مش بروتكتد يعني. بس دي صعبة شوية. طب ريلاتيف خد لك اتنين تلاتة ببساطة مايلد دايبيتس مايلد هايبرتنشن. عارفين اللي هو الايه مايلد بتاع الحاجات. ولو الايج ازيد من 35 كقاعده المفروض ما تخش على 5. طب ليه؟ الايج لو الايج اكتر من 35 تمام كل سايد افكتس بتزيد على 35 معرضه ان يجي لها هايبرتنشن معرضه ان يجي لها دايبيتس معرضه ان يجي لها ثرومبوزس معرضه ان يجي لها كانسر. كل الكلام ده بيزيد على 35 صح؟ فلوجيكالي ما تقربلهاش صح؟ indications to stop the bells من الكلام اللي قلته كلمة X X اللي هي أوجاع صح؟ إيك زي بقول إيك أو هيد إيك أو كلام تمام؟ الـ A abdominal pain center vascular occlusion طبعا كلها بلاوي. الـ C chest pain تعرفين الكلمة دي معناها إيه؟ واحدة اتصلت بدكتور وهي بتاخد سي أو سي بتقول لها في chest pain أول حاجة أفكر فيها إيه؟ أنجينا أو كده فأقول لها تبطلي وروحي للدكتور. فهمت قصدي؟ abdominal pain center vascular occlusion فاهم؟ H headache stroke فهمتوا؟ ده ما ده اللي معناه. الـ E
اي او لس اللي هي ايه سيفير ليج بين عشان ماشي اوكي ده لا مش اصلا هو هي خمس دقايق والله لو زودنا خمس دقايق دول الكومباريزون لا اساسا في التاخر ده التاخر التاخر الموضوع هي سهل قوي لان ان كومباريزون الدي بي سي او سي من اول موضوع ومليان واول اول مره تسمعوا العناوين دي كتيره الباقي الكومباريزون حاجات بسيطه الناس اللي لسه جايه ما حضرتش الاول في جدول عندكم انا رايي ذاكر منه تمام في المذكره كامله ال 20 صفحه بالكامل مكشوره كلمه ناقصه اللي هو ده موجود في النص تمام هم خمس صفحات بس ان كومباريزون لبعض هتعرف الفرق زي ما بنقول اوكي السي او سي ده ده كده في النظر عادي الجدول ده هو ده بالظبط يلا سيبنا مواضيع مهمة لتجي الامتحان على طول طيب البي او بي على نفس الوزن ركز معايا يا جماعة انت مفروض تبقى مركز في الكلام وعارف ايه الحاجات المهمة وفاهم عشان ما يدخلش الكلام في بعضه خلاص السي او سي عرفنا قلنا كويسة بس مش كده كتير صح زي ما شفته مليانة سايد افكتس مليانة كونترا انديكيشن اي نعم هي افكتيف بس عليها علامات استفهام صح وكمان لازم تبقى واحده كومبلاينت جدا ملتزمه قوي لانها تاخدها كل يوم صح طيب البي او بي بقى اللي هي ايه حبوب الرضاعه ده في ورده بتاعتها وضعيفه يعني اول ما تسمع كلمه بي او بي ترتبط دماغك بايه حبوب الرضاعه لاكتيشن وان هي ويك تمام طيب في السريع التايبس ايه او نظامها ايه او كلام من ده او كايدنتيفيكيشن ايه بصوا يا جماعه ركز في الكلمه دي حبوب مش 21 حبايه تبقى بي او بي يعني انت لما تحط لك الامتحان حبوب لو 21 يبقى سي او سي مش 21 يبقى في منتج 28 ومنتج تاني 35 مالكش دعوه في مايكرو لوت واكسلوتون ده ما يفرقش معاك اصلا وانت مش مطالب تعرف الاسامي التجاريه بس ما يبقاش ايه ده البي او بي اوكي 28 ده اولا تمام في انواع بقى مختلفه مش مشكله التفاصيل عندك ليفو نورجستريل 30 مايكرو جرام مش قضيه واحده واحده كده يبقى ككومبوزيشن قلنا ايه مش عايزك تعرفه ومش مطلوب منك ايدنتيفيكيشن والكلمه الوحيده تعرفها ايه اللي مش 21 حبايه هي دي البي او بي لو جات لك في الامتحان تاني حاجه الميكانيزم اوف اكشن قول يلا سنتر بريفرال لا مش سنتر بريفرال يعني سنتر بريفرال قول ستاير وبلاس ستاير سمايكال ميوكاس ديكريز ميتيرد سنترال نيجاتيف ريفيليشن ومش الاساس دي جات وجات ام سي كيو ده مين ميكانيزم فور سي او سي السنترال ده مين ميكانيزم اوف بي او بي او اوتبر اي بروجستيرون هيبقى ايه بريفر وزي ما انت شايف ان الميكانيزم في ثلاثه زي بعض صح طيب تتاخد ازاي اصوال موضوع مرتبط ان لازم نفهمها الميكانيزم بتاعها ايه بريفر لوكال يعني هتتاخد 21 يوم وتوقف 7 لا والف لا هي بتتاخد تمنع لوكال ما تاخدش مش هتسمح هيحصل حمل فورا واضح الكلمه دي ولا لا يبقى اذا بتتاخد ازاي كل يوم كونتينيوس بلا توقف نهائيا دورتك يا ماش يعني هي دلوقتي عشان بتاعها لوكال يعني خدتها منعت الحمل ما خدتهاش ما منعتش الحمل وش كده صح يبقى بتتاخد ايه كل يوم بدون توقف صح ولا لا كلام منطقي وعلشان كده مش معموله 21 حبايه صح ولا لا ليه عشان هو معروف ان ال 21 حبايه بتاعت ال 21 توقف 7 فعشان ما يلخبطش الستات قام عملها ايه؟ 28 35 وات ايفر فاهم؟ ده اول حاجه. تاني حاجه لازم تتاخد في خلال 3 ساعات من اليوم. فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ يعني من الساعه 9 ل 12 بالليل مثلا. لو الساعه 1 بالليل جت وهي ما خدتهاش خلاص فيك مست بل. فاهمين يعني ايه؟ يعني لو ما خدتهاش في خلال الفتره دي كانها ما خدتهاش اصلا. ده على مدار الاسبوع يعني؟ لا على مدار اليوم ازاي كل يوم كل يوم 9 ل 12 مثلا
فاهم ازاي؟ لو عدت الساعه 12 من غير ما تاخدها خلاص ممكن مس بيل ممكن سامع وقت يا فاصل اسمع يعني ايه مس بيل يعني ما حددهاش هنتفاهم دلوقتي هتعمل ايه بس انا بكلمك مس بيل تخيل يعني ايه طيب لها ميعاد طيب إيه انت بتقول البيشنس ايه مثلا تربطها بحاجه واضحه يعني فاهم اذان العشاء مثلا مسلسل تركي مثلا في الوقت ده حاجه من الحاجات اللي ما بتفوتش يعني فنشر اخبار مثلا ايام زمان كان نشر اخبار الساعه 9 فاهم حاجه من الحاجات المقدسه على البيشنس يعني ما بتسيبش مثلا في الايام الجميله دي اوكي طيب السؤال ليه بقى السؤال ليه بقى التحبيكه دي ركزوا معايا في الكلمه دي الاورال بروجستيرون فاشل ركز في الكلمة دي الأورال بروجستيرون فاشل يعني إيه؟ الأبزوربشن بتاعه زي الزفت معايا؟ فبالتالي يعني أنت يا دوبك خليك في نفس الميعاد عشان ربنا يسهل وتبقى فكرة لأنك أنت ممكن تبقى تاخد كل يوم في نفس الميعاد وتحمل عليك فهمتوا الكلمة؟ عرفتوا ليه؟ هي ضعيفة؟ مع إن وبعدين؟ مع ان الجدول ده بروجستيرون ده بروجستيرون ده بروجستيرون الاثنين دول في السماء الفيكاسي وده ضعيف طب ليه عشان ده اورال واضحه الكلمه طيب سؤال كمان وده منطقي جدا لازم نبقى فاهمينه اللي بتاخد الحبوب دي بيجي لها بيريد ولا لا ركز في السؤال بتاخد الحبوب هيجي لها بيريد ولا لا بس خد الرقم طبعا يعني قلتها بس سواء تروفيك خلص الرقم خلص الرقم لو حصل افيريشن طب يا ابني نعمل افيريشن ولا لا؟ يعني نص نص يا دكتور طيب بصوا معايا هتبقى في ايه؟ خدوها كلمه مني الستات اللي بتاخد اي بروجستيرون هتنقسم الى ثلاث حاجات تلت ده بس ده بالبلدي ده مش كلام علمي بس انا فاهمها لكم تلت ريجولار سايكل تلت امينوريك تلت بليدر بليدر بقى انت فاهم هيصه بقى خلاص تلت وتلت وتلت اجين ده مش كلام ساينتفك ده كلام بس ابقى اقرب لكم الصوره طب ليه او ايه اللي يحكم الكلام ده السنتر ريكشن كميه الاستروجين اللي بيحكم الكلام ده يا جماعه ايه مش انت بتدي بروجستيرون السؤال اللي بيطرح نفسه كميه الاستروجين عندها ايه لو الاستروجين عندها ده مظبوط بحق ربنا هتنسترويد عادي جدا صح لو الاستروجين ضايع مش هتنزل نقطه دم صح لو الاستروجين بقى بيطلع وبينزل هتفهم لا بالظبط 5 6 ايام تنقط وبعدين ما عادش يبقى فيه دم وبعدين 5 6 ايام تغرق دم وبعدين عارف انت بقى اللي هو ايه ما مش يعني هيبقى حاجه مجزره يعني اوكي دي اهم كلمه في الموضوع كله لو وصلت في دماغك يبقى دي مهمه قوي الست اللي بتاخد بروجستيرون اونلي كونتراسبشن وضع ايه تلت 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 طيب نمشي بقى كلاسيك يلا الانيشيشن تاخدها امتى قول يلا نفس على نفس الوزن يلا اول يوم اول يوم طب لو عايزها في اي وقت بس بشرط برجنس تيست تعمل برجنس تيست لا على فكره نفس الكلام بالظبط فبقول لك الجدول هيبقى ميزه في الكلام ستة ويك طيب ايوه طب لو واحده والده ستة ويك الاستروجين هو المشكله خلي بالك من الكلمه دي الاستروجين هو المشكله هو اللي هايبر كواجولابل بما انه مش موجود يبقى قللنا الكلام ده 6 ويكس لو بترضع 6 ويكس لو ما ترضعش 3 ويكس كفايه هناك كان 6 مانث 6 ويكس اوكي طيب السكيدول بتاعها تتاخد ازاي قول every day regular وامتى خلال 3 ساعات من اليوم صح طيب لو missed bill بقى missed bill بمعنى ايه الثلاث ساعات عدوا من غير ما تاخدهم صح تعمل ايه بيقول لك ايه لو في اول 6 شهور وبترضع يبقى اوريدي في وسيله ثانيه اللي هي الرضاعه صح معايا مش معايا يبقى تاخدها في ميعادها ودو باك اب ميثود صح؟ طب لو بعد 6 شهور من الولاده او ما بترضعش باك اب ميثود لمده يومين هناك كانوا كام؟ 7 ايام طب ليه؟ لانك انت هناك بتنهبت الريجيليشن هنا بتنهبت لوكال سيرفايكال ميكروس والكلام ده بتشتغل غلط واضح الكلام؟ طيب الفيليا ريت بتاعها كام؟
2-4 2-4 هنا كانت كام؟ لأنها أفشل منك صح ولا لا؟ هتلاقوا الكلام كله إن كومبارسون. طيب الانديكيشن قول لاكتيشن طبعا يعني أساسا في اللاكتيشن ممكن ممكن في الحوالي اللي CUC ما بتستعملش فيها بس ستيل لو سمحت يا دكاتره صوت احنا قدامنا دقيقتين بس ستيل عليها كلام معايا يا جماعه يعني في ارض الواقع البي او بي بتستعمل امتى في اللاكتيشن بس ومش وسيله فظيعه وهي بيحصل عليها حمل وكل حاجه بس انت مضطر في اللاكتيشن عشان مش عارف تدي سي او سي والست مصره على حبوب واضحه الصوره طب 2 4 حلوه لا بقى بس ستيل برضه ما هي اصل انت برضه خلي بالك بتتكلم في ايه في واحده لسه والده واخده التروما بتاعه الولاده فلو حمل التاني هتبقى مأساه والعيال هتبقى ايه 11 شهر فرق او يعني فاهم سنه فاهم قصدي هتبقى برضه مش حاجه ظريفه اوكي يبقى ده الانديكيشن طيب الادفانتجز جنرال ولا في حاجات تانية جنرال اللي هم مين كمين احنا كل الموضوع هيمشي بقى بالمنظر ده هنشيل مين هنا بقى effective reliable فهمتوا ماشي الموضوع ماشي ازاي هترسم بقى يبقى available وشيد ماشي easy to use or reversible okay safe or doesn't need medical supervision safe ولا لا safe ليه لان الاستروجين هو المصيبه وانت شلته accepted by the couple or doesn't affect sex فاهمين احنا ماشيين ازاي بعد كده can be used when CUC is contraindicated ماشي the disadvantages قول أربعة آخر اثنين سبتين اللي هما إيه؟ side effects doesn't protect against infection or transmitted disease side effects صح ولا؟ أول اثنين إن هي oral وإن هي less effective هيبقى إيه؟ صح؟ side effects شايفين كل موضوع بيمشي مش حلاوة side effects تشرب BMW مش B لا B for Ben BMW خلاص عشان بس ما تقولش عليه خلاص عشان بس الانجليزي الله البي اللي هي الاكتوبيك بريجنسي تمام بريجنسي اكتوبيك بريجنسي طيب الام نيسورال ديستربنس ودي اسوأ سايد افكتس وده سبب غالبا ان هي تعمل ان هي ايه يا جماعه الست مع انها بتاخدها بانتظام الدنيا غرقانه بقى يعني ما عادش عارفه انها بيرود من انت فاهم الدنيا بايظه والدبليو الويت جين اوكي مع ان في وقتها كان المفروض الاستروجين هو الاساس بس لا برضه البروجستيرون برضه بيعمل ويت جين خلاص طيب الكونترا انديكيشن قول ابسولوت بريجننسي ابدومينال تراين بليدنج ريسك عشان التلاته دول ثابتين في كله معايا بقى بس في ناس بتقول لك يستحسن ابعد عن الدايبيتس والهايبرتنشن والكلام ده بس ده على علامات استفهام واضح وما يفرقش معايا ويكفيني لا وما فيش ريلاتيف صح ولا لا بس اي ثينك خلاص هو يعني اصل هي البي او بي زي ما انتم شايفين اصل ناديه عشان الكومبارزون هتبقى واضحه قوي ثانيه يا جماعه بس كده السؤال دلوقتي ولا السؤال الجاي كله متشرط اصلا عشان نسيبه